إلينا عبر سكايب الأستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ محمد. وفي البداية، ما الذي يمكن أن نفهمه من ارتفاع منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم؟ مساء الخير وأهلا بك. بالفعل احنا لاحظنا أو شهدنا ارتفاع في عدد المنصات للتنقيب على الغاز والنفط في الفترة الأخيرة، وده وفقا لبيانات من بيكر هيوز، وهو مؤشر مبكر للانتاج المستقبلي للنفط والغاز. ممكن نفهم من البيانات دي، أو البيانات دي ممكن تعكس لنا الطلب القوي اللي شهده النفط خلال الفترة الأخيرة، واللي ناتج عن تلاشي المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وخاصة متحور أوميكرون اللي كانت المصابين به كان الأعراض أخف قليلا من أي متحورات أخرى. وده شفناه انعكس على اجتماع أوبيك بلس الأسبوع اللي فات، واللي اتمسكوا بخطط زيادة الإنتاج التدريجية بحوالي 400 ألف برميل يوميا خلال الاجتماع الأخير ليهم. والاجتماع ده اللي بيضم يعني كبار منتجي النفط في العالم، واللي بدأوا خطة زيادة الانتاج التدريجية في أغسطس الماضي، وفي طريقهم لهذه الخطة حتى سبتمبر القادم، وده بعد ما تم تقليص الانتاج بشكل قياسي في عام 2020 بأكثر من 10 مليون برميل يوميا. وده اللي كان السبب في تدهور الطلب بسبب انتشار متحور او فيروس كورونا. في الواقع زاد عدد المنصات بيعكس تعافي الطلب بشكل اسرع مما كان متوقع، ممكن يتجاوز الطلب مستويات ما قبل الوباء. متوقع في خلال عام 2022 ان الطلب يوصل ل 100.2 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، مقارنه ب 2019 اللي كان في مستوى الطلب وصل ل 100.1 مليون برميل يوميا. يعني اذا ما تقول استاذ محمد انه قطاع النفط التقليدي لا يزال يجذب المستثمرين. مش بالظبط، ولكن في السنوات الأخيرة مع توجه العالم لمفهوم الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، وبالرغم من تفاعل الأسعار بشكل إيجابي مع التطورات الأخيرة، إلا أن مستوى الاستثمار المجدي في قطاع التقليدي للغاز والنفط يعني شهد تراجعات غير مسبوقة. والتراجعات الغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة كجزء من عملية الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة ممكن يؤدي إلى إعاقة إضافة أي إنتاج إضافي في الأسواق خلال المدى المتوسط أو المدى الطويل. ومع الطلب إذن كيف ارتفعت أو ارتفع عدد المنصات إلى هذا الشكل يعني؟ إذن يعني في ظل ما تقوله من أن العالم بيتجه إلى الطاقة الجديدة، كيف نفهم يعني هذه المعادلة أنه هو يتجه إلى الطاقة الجديدة وفي نفس الوقت المنصات بتزيد بهذا الشكل؟ بالضبط، هو العالم في ظل توجهه للطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة ممكن عمليات الجذب للاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز ممكن تدريجيا تبتدي تقل، لكن لسه الوقت مبكر عشان نقول ان الاستثمار غير مجدي بشكل كامل في قطاع الطاقة التقليدية. هذا ما نقوله، انه الاستثمار ما زال مجدي في هذا القطاع. بالضبط بالضبط، يعني لسه قدامنا بعض الوقت للتفكير او تحول العالم بشكل كامل نحو الطاقة المتجددة او الكلين انرجي. طيب، هل بترى أن ارتفاع عدد المنصات يا أستاذ محمد، منصات التنقيب عن النفط والغاز، بيشكل دعم للأسعار أو استقرار لها؟ بارتفاع عدد المنصات زي ما قلت هو ناتج عن الطلب القوي، ومؤخرا ارتفعت الأسعار بشكل قوي، وصلت لأعلى مستوياتها في 7 سنين. ارتفاع عدد المنصات مع زيادة الانتاج، ولكن لسه في متوقع ان الطلب يتجاوز العرض، فبالتالي ممكن مع ارتفاع عدد المنصات ما يكونش كافي عشان يقدر يغطي الفجوة اللي حاصلة في الوقت الحالي بسبب مخاوف تعطل الامدادات بسبب التوترات الجيوسياسية اللي حاصلة في شرق اوروبا واحتمالية غزو روسي لاوكرانيا. يعني على سبيل المثال، طيب، بمناسبة هذه المخاوف الموجودة في اوروبا يعني حول نقص الامدادات من الغاز، هل هذا سيكون أيضا عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة؟ بالفعل، يعني روسيا تعتبر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي مع زيادة التوترات ممكن تأثر بشكل كبير، عشان لو روسيا قد قررت أنها تقطع الغاز أو توقف إمدادات الغاز لأوروبا، فبالتالي يتوجه الأوروبيين نحو النفط.
فبالتالي مع توجه الاسواق للنفط وفي ظل نقص المعروض او في مخاوف من تقلص او الامدادات، ممكن يؤدي الى ارتفاع الاسعار اكثر خلال الفتره الجايه. يعني زي ما بقول، في من بدايه عام 2022 ارتفعت اسعار النفط باكثر من 20%، وده بسبب كمان ترقب الاسواق لاجتماعات ايران مع الولايات المتحده الامريكيه، وفي بوادر للتوصل لاتفاق، وده ممكن مع الوقت يضغط على الاسعار، ولكن ده اللي هنشوفه او هنلاحظه ونراقبه خلال الفترات الجايه. اذا كل هذه العوامل اللي ذكرتها يا استاذ محمد بتقول ان ما فيش استقرار في الاسعار في الفتره القادمه. بالضبط، يعني حاليا السوق يعني هو سوق شديد التقلب، سوق النفط بالذات، بسبب انه بيعتمد على عوامل كتيره جدا، منها العوامل الجيوسياسيه وعوامل الطلب والعرض. وخلال الفتره اللي جايه يعني الاخبار والاقتصاد بشكل عام بيتعافى وبيرجع واحده واحده الى مستوياته ما قبل الجائحه. ايوه يعني كمان الفتره الجايه البنك الاحتياطي الفدرالي هيرفع الفايده، وبالتالي صحيح. هيوجه الاستثمارات، هيوجه التدفقات النقديه من خارج الولايات المتحده الامريكيه الى الولايات المتحده الامريكيه، مع ايوه بدء الاحتياطي الفدرالي دوره تجديد السياسه النقديه. أنا بشكرك على هذا التحليل الأستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي، شكرا لوجودك.